غاب منه الفترة اللي فاتت حوالي 7 لعيبة مؤثرين جدا، سعد بكير وغيلان الشعلاني وبلايلي والبدري وفرانكوم، يعني ميزتهم كانوا كلهم في تجانس بينهم وبين بعض وكانوا فاهمين بعض. يعني المجموعة اللي موجودة الفترة دي يمكن أقل شوية من اللعيبة اللي أنا ذكرتهم. ممكن اقل، لكن لا، يعني انت قلت التوازن بتاع الفريق يعني موجود، هو انت لازم تعرف التوازن الفريق موجود. خرج البلايلي خرج يعني مصيف يعني من شهر 9 ولا شهر 10 خرج. ايوه فعلا جد خرج، لكن دلوقتي موجود الهوني، موجود يعني موجودين لعيبه كثير، عارف كوليبالي، عارف رمضان، عارف يعني في خط الدفاع عنده مين يلعب، اليعقوبي يعني بدران يعني وطارة، لعيبه جزائريين وطارة، الخميسي، الهوني، بن ساحه، يعني لعيبه دول عندهم يعني عندهم يعني لعيبه كويسين جدا. ويعني انت عارف الهوني يعني مؤثر جدا في تشكيله الترجي، يعني الهوني ده لعيب دلوقتي يعني ياخذ في 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 يعني ياخذ في 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 مباريات كثير، وقاعد يلعب معناها يعني بشكل كويس في الترجي الرياضي، هو المحب الجماهير دلوقتي. من وجهه نظرك مين اللعيبه اللي هتبقى مؤثره في المباراه دي سواء من الزمالك او من الترجي اللي هي ممكن تصنع الفارق وتخلي فرقه كفه تميل على فرقه اخرى؟ ممكن يكون قصدك الهوني، يعني الهوني وترا وبالغيب، انت عارفهم اللعيبه بتاع ترجي يعني انت مهيب. ايوه يعني اللعيبه المؤثره الهوني وبالغيب، جايبين مزيان، عارفوا اللي انت كان يلعب في العين الاماراتي. ايوه لعيب كويس جدا جدا جدا، لكن دلوقتي ما لعبش ولا مباراه، لسه جاي هو يعني. وترا، الخميسي، بالغيث، بالساحه، تمام. الزمالك بقى، الزمالك الزمالك عارف انا الزمالك، شيكابالا، فرجاني ساسي، طارق حامد، لعيبه دول معناها هم اللي ماسكين الفريق، هم اللي يعني بيقدروا يوصلوا الفريق للدخل، يعني هم اللي ينزلوا النادي، عارف انت ازاي؟ ايوه هم يعني دول هم اللعيبه واللاعب المغربي دول، يعني هذا ممكن يعمل حاجه كويسه في النادي، بس هي زي ما قلت لك مهيب يعني على 90 دقيقة، ما تقدرش تقول مباراة هذه يعني ما كانش سوبر مباراة على يعني 90 دقيقة، ما تقدرش أنت تقول مين هيكسب، يعني مباراة كاس هي. أيوه كاس، مباراة حتى تكون مفتوحة الاثنين، اللي يركز أكثر واللي يلعب كويس واللي يعني ال 90 دقيقة هو اللي يقدر يكسب المباراة. إن شاء الله بالتوفيق. عشان الفريقين فريقين الاثنين، ما تقدرش تقول مين هيكسب، فاهم ازاي؟ تمام يا حبيبي، انا بشكرك وان شاء الله هتنور مصر امتى؟ هتيجي مصر امتى؟ ان شاء الله اجي، ممكن مصر ماتش مباراه الزمالك والترجي ان شاء الله في انتظارك باذن الله، وكل جماهير مصر وخاصه جماهير نادي الزمالك يعني مشتاقين ان هم يشوفوك في مصر مره اخرى. وسام العبدي واحد من مدافعينا الكبار في الكره التونسيه ونادي الترجي ونادي الزمالك، الف شكر ليك على هذه المداخله المهمه جدا.